تفضل استاذ محمد. انا بلاحظ انه عندك تنوع في الاساليب، عندك الاغنيه الخفيفه مثل كثير من المطربين الجداد عندنا وفي الوطن العربي، وعندك القصيده، وعندك الايقاع الغربي والايقاع الشرقي والايقاع العراقي. هل وانت بتفكر في اغنيه بتفكر في هذا التنوع لكي تصل الى انواع مختلفه من الجمهور بهذا الشكل الواعي شبه التجاري خليني اقول، ولا روح الاغنيه من خلال الكلمه ومن خلال المعنى هي اللي بتفرض عليك الاسلوب، خاصه ان انت قادر ان تؤدي كل هذه الاساليب؟ شكرا استاذ محمد. وانا يمكن جوابي مثل حاله العشق اللي بين الحبيب والحبيبه، يمكن مرات في جو رومانسي جميل، ومرات نشوف الحبيب مشاكس يحاول يمارس طفولته، يعني يعمل مشاكسات، يمكن مره يرقص مره يعمل كم حركه، يريد يعيش طفولته مع حبيبته، يريد يحس كم راح تعطيه حنان مثلا. ومرات الغضب موجود. اعتقد حاله الاغنيه انا بالنسبه لي لها نفس التفسير، يعني مرات اجد نفسي على المسرح باغنيه رومانسيه مثل اغنيه ها حبيبي، فيها من الخيال الجميل، وفيها من لحظات العشق اللي بحيث اخاطب فيها الوجدان اكثر مما هي يمكن رقصه او ملامسه يد حبيبتي او كذا. ومرات اجد نفسي مثل الطفل على المسرح مثل بهذا النوع، عليك جنن او لك وحشه. احب امارس طفولتي، يعني احب اعيش مع الايقاع، هذا الايقاع احبه جدا، يعني احب اتنوع بالايقاعات. ومرات اكون بحاله غضب قولي انفعلي انفجري مثلا، حالات انسانيه موجوده، فاحب اعبرها باغنياتي، لان كل هاي الحالات اعيشها مع بعض، يعني كل هذا النقيض انا اعتبر النقيض الجميل اعيشها مع بعض. فمرة تشوفني بأغنية بسيطة يمكن طولها 3 دقائق بإيقاع سامبا، بإيقاع يعني مثلا، مرة تشوفني أغنية شعبية بإيقاع محلي، إيقاع من جنوبنا مثلا، ومرة تشوفني بقصيدة، مرة تشوفني بأغنية سلو. أعتقد هي حالات أنا أعتبرها بيني وبين نفسي شخصيتي هذه كلها.